بالفعل مشاهدينا، تعرض الحساب الشخصي للزميل مصطفى الآغا عبر تويتر لسطو من قبل مجهولين، ما جعله يخرج عن نطاق سيطرته ويستغل حسابه بصورة تخالف الواقع وتتعارض مع الأصول والأخلاق العامة. وننوه أنه لا يوجد حساب آخر حاليا للزميل مصطفى. للمزيد طبعا من المعلومات زوروا موقع mbc.net وراح تشوفوا إن شاء الله معلومات كثيرة حول هذا الموضوع. وطبعا تعتبر هذه الاختراقات صورة من صور الجرائم المقننة والتي يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة. لكن كيف نتجنب هجوما من هذا النوع وماذا نفعل إن تعرضنا له؟ الإجابة مع الدكتور طبعا معتز كوكش، خبير في أمن المعلومات والجريمة الإلكترونية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. حياك الله. احنا بالعادة دائما نتكلم عن الهاردوير، الحين راح نتكلم عن السوفتوير. نعم دكتور، كيف نحمي نفسنا من الاختراقات؟ هذا سؤال أول. طبعا راح نتكلم بعدين كيف ممكن أنه نطلع من سالفة الاختراق، كيف نرجع حساباتنا. نعم طبعا. الحين بنتكلم إحنا على حماية المواقع التواصل الاجتماعي، سواء ما ينطبق على تويتر في الغالب ينطبق على الفيسبوك. ضروري جدا ننوه أنه اختيار كلمة مرور قوية. كلمة المرور يمكن كثير من الأشخاص يختار كلمة مرور بسيطة. إحنا في عندنا البرامج اللي هي الأوتو جنريت للباسورد، هذه برامج يستخدمها الهاكرز بشكل كبير. هذه تقوم باستنتاج كلمة المرور. لكن إذا وضعنا كلمات مرور صعبة، كلمات المرور صعبة أقصد فيها الكلمات التي تحتوي على أحرف كبيرة وأحرف صغيرة، يعني على رموز وأرقام. رموز وأرقام إضافة إلى أهم شيء الرموز. يعني ممكن استخدم أثناء طريقة وضع الكلمة السر، ممكن استخدم علامة الاستفهام، ممكن استخدم إشارة الآت، ممكن استخدم علامة التعجب، إضافة إلى أحرف كبيرة وأحرف صغيرة وأرقام، فهي تكون خليط من هذه النماذج. النقطة الثانية وهي الأهم واللي يغفلها الكثيرون، عملية التصفح في دخولنا إلى twitter.com أو عملية الفيسبوك.com. ينبغي أن يبدأ بحرف S، يعني HTTPS. هذه تعني أنه لدي أنا secure connection. فإذا بتشوف عندي مثلا الحين انا داخل على صفحه الاتصال، يعني الاتصال الامن نحمي. ينبغي ان يبدا ب HTTPS وليس HTTP. مع العلم ان تويتر يقبل الطرفين، يعني اذا دخلت في التويتر في HTTP او دخلت HTTPS وراح يعني اللهم اضيف حرف الاس على اللينك الرابط. فكثير من الاشخاص يكتب twitter.com لوحدها، twitter.com تاخذك اوتوماتيكلي على HTTP ولا تاخذك على HTTPS. جميل. فالافضل ان نختار HTTPS سواء كانت في تويتر او بفيسبوك. جميل. الآن النقطة الثانية، عملية اتباع الروابط. الهاكرز عامة، احنا لو نفكر في الطريقة اللي بيسرق فيها الهاكر الحسابات او بيأذي فيها الاشخاص الاخرين، هو ما في شيء اسمه هاكر انا بختار مثلا حمود بسوي عليه هاكينج، لا، هو بيختار عملية الايقاع بالضحية. عملية الايقاع بالضحية تتم عن طريق ارسال ابلكيشن معين او ارسال رابط. يعني اللي يقع بالفخ هو اللي بالضبط. وعادة هذول الهاكرز بيستغلوا ذكاء او بيستغلوا عاطفة الطرف الاخر. يعني على سبيل المثال ممكن يبعث لك مثلا يعني بواحد من الاساليب اللي شفتها البارحة على التويتر، انه اضغط على هذا الرابط لحماية حسابك من السرقة، تعدد السرقات، إذا أردت أن حفظ حسابك أو حماية اضغط على هذا الرابط. لكن من اللي أرسل لك هذا الرابط؟ هل هو شخص ثقة؟ صح. طب بدخولك على تويتر نفسه بالضبط، بدخولك على هذا الرابط يكون قد تم الإيقاع فيك وبالتالي سرقت حسابك. لذلك إحنا بنقول للجمهور عامة عدم اتباع الروابط اللي تأتينا من أشخاص غير معروفين. وحتى لو كانوا أشخاص معروفين، الأفضل أن نتأكد منهم إذا كنت أنت أرسلته ولا لا، لأنه قد يكون حساب اخترق. ذكرت في البداية إنه حساب الزميل مصطفى الآغا تم اختراقه. صح. فممكن أحد من الحين مثلا من حساب مصطفى يرسل رسائل أو يرسل روابط لزملاء له، فبالتالي يتم الإيقاع بالمزيد وهكذا. عملية الأبليكيشن، ينبغي إزالة الأبليكيشنز الموجودة بالفيسبوك أو بتويتر الغير مرغوب فيها. طبعا بالاتجاه إلى الصفحة الثانية، مثل ايش التطبيقات الغير مرغوب فيها؟ يعني مثلا هذه بعض التطبيقات الموجوده فيها، التطبيق اللي موجود في التويتر او التطبيقات الموجوده بالفيسبوك، هذه تعمل على مشاهده اليوزر نيم والباسورد. انا ممكن يكون عندي تطبيق، ممكن انا اطور التطبيقات هذه ليست من تويتر، هي مطورون قاموا بوضعها لتويتر او بفيسبوك. فبالتالي انا من خلال دخولي على صفحه twitter.com/connections بيعطيني الابلكيشنز. مثلا انت شايف الموجوده عندي، انا الحين عندي اربع ابلكيشن بس هذه اللي احتاجها. ابلكيشن من اليوتيوب، ابلكيشن من ترانزليشن مثلا، ابلكيشن من تويت بوت هذا الخاص في الايبود iOS. بالضبط. ففي كثير من الاشخاص لاقي مثلا عندهم تغيير صفحه الفيسبوك. حلو. او تغيير صفحه التويتر، تغيير لون صفحه التويتر، هاي كلها اساليب خادعه اللي بيعثوها الكثير من الاشخاص. مثلا اذا اردت تغيير لون خلفيه الفيسبوك، اذا اردت وضع اغنيه مع الفيسبوك، هذه كلها خدعه لا يوجد لها اساس من الصحه. دكتور خليني اعطيك بعد رقم، انا اكاد اجزم انه فوق 60% مستخدمين تويتر عبر طريق الهاتف الذكي. نعم. هل الابلكيشن برضو في الجوال هذه ممكن نقطة مهمة جدا. احنا نقطة مهمة جدا، احنا تكلمت على طريقة التصفح الآمن اللي تبتدي ب HTTPS، لكن نصيحة بنوجهها للجميع بالنسبة للمستخدمين الهاتف بالذات اندرويد بالتحديد، انه يحدثوا نظام الانتي فايروس الموجود في اجهزتهم. كثير من الاشخاص الحين يمكن يسأل نفسه، هو في انتي فايروس الاندرويد او في انتي فايروس السمارت فون؟ نعم، هذه البرامج موجودة وتباع باسعار لا تتجاوز $25. فينبغي من الجميع شراء تلك البرامج وحماية اجهزتهم. جميل. تعمل الحماية الشاملة. ايضا بالنسبة للحاسوب اللي انا بتصفح منه، ينبغي ان يكون مؤمن، لانه اذا
تم اختراق شبكة المعلومات الموجودة أنا فيها يتم اختراق جهازي. فلذلك كل جهاز لازم يكون عليه برامج حماية الإنترنت وليست الأنتي فيروس. لاحظ في فرق بين الأنتي فيروسز وبين الإنترنت سيكوريتي، وهذه الأسعار أيضا يعني الخلاف بالسعر بيكون بحدود ال 40 أو 30 دولار بالسعر. دكتور في حال إذا وقعنا في الفخ، إحنا يمكن ما عندنا وقت الكثير، كيف ممكن نستعيد الحساب؟ نعم، الحين بالنسبة لتويتر، تويتر طبعا راح نتكلم في شيء لأنه لوجين في المقدمة ذكرت أنه بالنسبة للمشاهير والإعلاميين اللي تم اختراقهم بالفترة الماضية، طبعا كل شخص إعلامي أو كل شخص من المشاهير سواء إعلاميين مشاهير فنانين أو أصحاب الحسابات الكبيرة ينبغي عمل فيريفيكيشن لحساباتهم، تسجيل حساباتهم لدى تويتر عن طريق يعني بحيث نعم أن يكون الصح هذه تشوف هذا tweeter.com/verified. عن طريق هذه الصفحة أنت بإمكانك تسجل فيها وتعمل فيريفايد للأكاونت إن أنا الإعلامي الفلان الفلاني مثلا، حتى لو تم سرقة حسابك تلقائيا التويتر بيوقف حسابك وبيرجع لك إياه. جميل. طبعا الفيريفيكيشن بيتم عن طريق إرسالهم ID معينة لك تبعث لهم إياه، خلال 14 يوم بيردوا عليك بالفيريفيكيشن وعلامة الصح next to your account. طبعا دكتور هذه معلومات أكثر من رائعة، وإضافة أنا بجيب لك يعني إضافة غير فنية لكن أدبية، أنا متأكد جازما أنه أي إعلامي كبير هو أرفع من أنه ينزل نفسه التراشق والعبارات والإسفاف. يعطيك ألف عافية، شكرا ما قصرت. شكرا لك. إذن مشاهدينا يعني معلومات كثيرة، حنا دائما نحذر من هالوقوع من الابليكيشن اللي تكلم عنها الدكتور، وأيضا أي إعلامي هو ما أقول لك منزه بس أقدر أقول هو أرفع من أنه ينزل مستوى لهذا التراشق بالحديث، ويعني خصوصا في مرافق إعلامية مثل الـ MBC. مشاهدينا خلنا نتكلم عن موضوع آخر، عن الأفترنون